لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل. هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في أبدا يعني في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله، يعني أنتم ربنا، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأبي لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. الرب يبارك كلمته الصالحة الصادقة. عنوان الخدمة اللي رب وضعها على قلبي، وأرجو أن تكون مشغولية صحيحة، ضوابط الخدمة المسيحية. ضوابط الخدمة المسيحية، قولوا معايا مرتين، ضوابط الخدمة المسيحية، قولوا تانيها، ضوابط الخدمة المسيحية. الخدمة عندي مقدمة وبعدين عندي سبع أفكار، مش قاصد انهم يبقوا سبع، لكن لقيت في النص ده ينفع ان احنا نقول في الوقت. ضوابط الخدمة المسيحية تعليق على العنوان. ايه الخدمة المسيحية؟ ظنينا ان اللي بيقوم بالخدمة المسيحية هم حضرات الرعاة والقصوص والخدام المتفرغين فقط. هذا فهم خاطئ، يجب ان نراجعه، لانه يا اخوتي توجد دعوتان في العهد الجديد للخدمة. كل مؤمن حقيقي مدعو لخدمة عامة بعض الوقت وغير متفرغ. مرة تاني، كل المؤمنين الحقيقيين والمؤمنات مدعوين من الله علشان يخدموا خدمة غير متفرغة، يعني الناس بتشتغل، ناس بتقوم بالتزاماتها، وكمان بيقدموا بعض الوقت لخدمتهم، خدمة الرب، مشغولين بخدمة الرب. ودول هم عموم المؤمنين، صغيرين في السن وكبار، رجال وسيدات، متعلمين وغير متعلمين، كل المؤمنين مدعوين وانهم يخدموا ربنا. مفيش حد كسول يقطيع الرب، لازم كل واحد يخدم الرب. المؤمن الحقيقي قلبه فيه نار اسمها نار الجلجثة، الله وضعها في قلوبنا،
وأنا بسأل نفسي سؤالين كل يوم قبل ما أنام. السؤال الأول: ماذا عملت للمسيح اليوم؟ السؤال الثاني: ماذا ستترك لو غادرت من هذا العالم إلى الفردوس؟ لبني جنسك الناطقين بلغتك، ماذا تركت لكنيسة المسيح أو الرب اللي بتتكلم بلغتك؟ لازم يبقى عندنا إجابة على السؤالين دول كمؤمنين. فدي دعوة خاصة، دعوة عامة لكل المؤمنين إنهم يخدموا الرب. ما تنامش قبل ما تقوم بخدمة، خدمة صغيرة ولا كبيرة، في مشاركة بأي صورة مادية أو معنوية، الصلاة لأجل عمل الرب دي ممكن يقوم بالحاجات دي كل الناس، اجتماعات الكبار، اجتماعات الصغار، زيارة مريض في مستشفى، مشاركة حزين أو متألم، التدبير في الكنائس والاجتماعات والهيئات المسيحية، أي حاجة من الحاجات دي، كل دي يسميها في كورنثوس الأولى 12 وأنواع خدم موجودة. يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرم. كل ابن لله له اختبار صحيح، ما ينفعش انه يلعب ويضيع عمره. وانا اعرف ناس في فترات كبيرة من عمرهم كانوا قدامهم. انا الدعوة الثانية هي دعوة خاصة لبعض المؤمنين الذين يدعوهم الرب للتفرغ لخدمة كل الوقت. تاني، دي دعوة خاصة مقدمة من الله لبعض المؤمنين انهم يخدموا الرب متفرغين كل الوقت، وديت موجهة لبعض القصوص والخدام والذين يخدمون الرب متفرغين. ليه قلت بعض؟ لان في ناس في مجال الخدمة التي يتفرغ فيها ناس كتيرة وهم غير مدعوين. أنا لا أحكم، لكن أقول بعض واحتمال كبير ناس كتيرة، وأنا ملاحظ ظاهرة شديدة الغرابة. هذا أمر بلا ضوابط. ناس كتيرة طبعا اللي يسمع الخدمة دي ممكن يزعل مني أو يتأثر، لكن دي حقيقة كما أني متأكد أني موجود عندكم في الاجتماع ده. فلا بد أن يتأكد الشخص المدعو من الله للتفرغ لخدمة الرب كل الوقت متفرغا. هو الشخص اللي بيترك وظيفته. وأنا أعتقد وأؤمن من قلبي لسنوات كثيرة أدرس الكتاب بأمانة وحرص ودقة ومواظبة أن هذه الدعوة الثانية للتفرغ كل الوقت هي موجهة للأحباء الرجال فقط. ما عندناش في إيماني المسيحي هذه الخدمة التفرغية، بالرغم من أن تيارات العالم من حولنا والليبرالية المسيحية في العالم بتشجع على أن تكون هناك قسيسة أو راعية كنيسة وهكذا، بيعتبروا الموضوع ده مجال لتطبيق الحريات. إذن الحرية تشمل أيضا أن تكون المرأة أو الأخت المؤمنة خادمة، لها ضوابط كتابية. هذا أمر يجب أن يراجعه الجميع، ويجب أن ينتبه إليه أولاد الله، لأن العهد الجديد حتى انذكر بعض النساء والأخوات في العهد القديم زي دبورة وزي فيبي خادمة الكنيسة في كنخريا وغيرها، وأكيلا وبريسكيلا زوجته، دول كانوا بيخدموا خدمة بتوع العهد الجديد. فيبي كان يسموهم هاوس كيبر، يعني بتقوم بخدمة تدبيرية، يعني خدمة يعني مساعدة الناس والضيافة والحاجات دي بتاعت الخدمة. لكن لست، يقول الكتاب، في لست آذن للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، لأن هذا هو قلب للنظام الإلهي اللي عمله في العهد الجديد. وأنا عايز أقول الحكاية دي عشان أولاد وبنات الرب يخلوا بالهم منها. النظام الكتابي للخليقة الأولى
الله، الرجل، المرأة، الخليقة. تاني، الله، الرجل، قولوا معايا عشان ما تزهقوش، لأن كلامي جزء كبير منه يضايق ويتعب ويفرح، يعني خلي أنا عارف يعني ردود أفعال الناس، بس لازم أقدم ما أراه إنه حق بمنتهى الوضوح. فمش عايز حد يغمض عينه، ومش عايز حد دلوقتي يصلي من أجلي، يعني أقول له كنت مغمض ليه وليه بصلي، مش عايز حد يصلي. يلا، الخليقة الأولى اللي هي في جنة عدن وكده، الله رأس آدم، آدم رأس حواء، حواء رأس الخليقة. بصوا العدو جاء لمين؟ جاء في الخليقة وراح ضربها، وجاء في الحية وغلبت الحواء، أغوت المرأة. ويقول لنا كده آدم لم يغوى أولا، بل المرأة قد أغويت وحصلت في التعدي، وشاركت زوجها فأخطأ وانقلب النظام. يصلحوا ازاي ربنا حاجات كبيرة جدا عملها؟ فجاء المسيح في ملء الزمان ومات على الصليب ودفن وقام، ثم صعد وجلس وأرسل الروح القدس وتأسست الكنيسة. تعادلت الحكاية هي. مين يقول لنا الكلام ده؟ رسالة كورنثوس أصحاح 11. الله رأس المسيح، المسيح رأس الرجل، الرجل رأس المرأة. فين الكلام ده يبان؟ في عقر دار مملكة الله الجديد. فين ديت؟ في الكنيسة. أعاد الرب المقلوب، الحاجات المقلوبة أعادها، يعاود في هذه العصور الحية القديمة مرة تاني، ويضرب الموضوع بنفس الضربة من نفس الشخص. لما يجي يقول للمرأة أنت بتعرفي أكتر، وأنت متعلمة وحصل على الدكتوراه وحصل على كذا وموهبة حقيقية، وأنت وأنت، والحريات تساوي بين الجميع، وهذا حق، الحريات تساوي، لكن في هذا الأمر اللي قرره الكتاب يجب أن نكون في منتهى الوعي. وأنا عارف أن الأخوات اللي بيسمعوني ممكن يسمعوا الخدمة المسجلة على صفحة الجمعية يقدروا الكلام ده ويرجعوا له. هل الخدمة في المسيحية بمفهوميها الأول والثاني ليهم ضوابط؟ أيوة. أنا ألتمس معونة الرب عشان ألحق الوقت يكفي، أولاد الرب يخلوا بالهم. تسالونيك الأولى 2، أول مبدأ أو ضابط لازم اللي يخدم، وانتوا كمان هنا بيبقى عندكم خدام، لو عندنا الخميس والأحد يبقى عندك 104 اجتماع في السنة، أضف إلى ذلك الاجتماعات الأخرى الحلوة الكبيرة المباركة، أنت عندك 104 اجتماع. لازم الناس اللي تخدم الرب يبقى في بوابين، بوابين يعني إيه؟ شوفوا الناس دي بتقول إيه وتقدر تقول إيه. ده مهم جدا، لأن إحنا مقبلين على أيام صعبة جدا جدا. من هذا النص ومن غيره يجب أن أي خدمة، ما أقصدش الوعظة بس، أي خدمة بتقدم، نبذة، بتكلم حد في مستشفى، رايح تقول تأمل في جنازة أو في خطوبة أو في عرس، تزور مريض، تشجع فقير، أي حاجة، الضوابط نمرة 1، خدمة تتمشى مع الحق الإلهي. نمرة 1، قولوا معاي خدمة، قولوا معاي، يلا نقول ها، خدمة تتمشى مع الحق الإلهي. في عدد 3 و4 من النص اللي قريناه، عدد 3 و4 بيقول الرسول بولس، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل، هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. كلام مبني على الحق الإلهي. ويوجد كثيرون يقول أنا أتكلم بكلمة الله على أساس الحق، ما تراه إنه حق يجب أن تكون له مرجعية أساسية. يقول لنا هنا إنه لازم تكون الرسالة بتاعتنا واضحة، أي رسالة نقدمها، مش بتكلم على الوعظ بس، لكن بتكلم على أي خدمة تقوم بيها.
أو أي زيارة تتكلمي فيها عن الرب. نمرة واحد تتمشى مع الحق أن يسوع وحده هو المخلص. قول ورايا، يلا قولوا معايا، ها، يسوع وحده هو. ولا في حد تاني بيخلص؟ في ناس بتقول كده، في ناس تاني، وبعض الأسوس والخدام يقول لك لأجل السلام الاجتماعي ولأجل المواءمة بين الديانات المختلفة كلنا مع بعض وكله ينفع. هذا عبث، أنا مش متعصب، لكن يقول كده. الحق الإلهي مثلا في المخلص، يلا قولوا يسوع وحده هو المخلص. الآية بتاعتنا أعمال 4:12، ليس، ما جبهاش، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس، قولوا، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطيه بين الناس به ينبغي أن نخلص. مش عايزين لعب، حدش تاني خلص غيره. مثلا في موضوع الحق ده، المبدأ الأولاني دوت، حاجة تانية، خلاصه كامل، خلاصه كامل، ولا شوية هنا وشوية مش عارف، مين انت عليك شيلة وانا عليه شيلة؟ لا، يلا قولوا معايا، عبرانيين 7:25، من ثم يقدروا ان يخلص الى التمام، خلاصه كامل، الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. خدمة تتمشى مع الحق، ثلاثة، لازم يبقى فيها حق حقيقي، مش رص طوب، حق حقيقي واضح ينفع الناس، يخلص ويشفي أشقى الخطاة. في إشعياء 1:18 يقول الرب: هلما نتحاجج يقول الرب، انتوا عارفين هذه، يلا، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. خلاصه سريع، متى 9:2 قال للمفلوج، قولوا مغفورة، أنا رجلي مش قادرة تشيلني من الفرح بهذا النور، قولوا معايا، قال من الذي قال المسيح؟ خلاصه سريع، قال المفلوج، قولوا مغفورة لك خطاياك. هم لما قال قم واحمل سريرك وامشي قلبوا الدنيا، قال لهم لا، لكي لا تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأمراض، قال له قم احمل سريرك وامشي. نمرة 5 في هذا الحق اللي لازم يعلن باستمرار في خدمتنا، من يرفضه يدان. اللي يرفض ده يدان، هيروح فين؟ هيروح إلى أبد الآبدين في جهنم. يقول لنا الكلام ده في يوحنا 3:19، لازم تبقوا حافظين الحاجات دي أحبائي. يقول كده: هذه هي الدينونة، اسم الإشارة للقريب، أن النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، كمل، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. مثلا الذي يرفضه هالك ولا مجال لعلاجه، ما فيش حاجة اسمها بعد ما يموت. اللي يرفض خلاص المسيح، الخلاص الإلهي اللي بيقدمه المسيح، هالك لا محالة. يقول لنا في بطرس 2:3-7 بيتكلم عن مجيء الرب، يقول ايه: وهلاك الناس الفجار. في هلاك ولا ما فيش؟ يلا نقول مع بعض، ها، يقول الكتاب: يصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين. دي حقائق بسيطة وواضحة، يجب ان كلمة الله نقدمها تتمشى مع الحق. ان ابتعدنا عنها هنبقى مقبولين من الناس، وزيد يقول لنا انت كويس، وغيره يقول انك انت كويس ودمك خفيف زي الفل، واخد بالك، وممكن الناس تصفق، لكن سهمك يكون قطاش وخاب مسعاك وسوف تلام امام كرسي المسيح. يلا قولوا المبدأ الاول، 1، الخدمة يجب ان تتمشى مع الحق الالهي، 2، خدمة، المبدأ الثاني او الضابط الثاني لخدمة ربنا،
في أي مجال، خدمة عامة أو خاصة، دعوة عامة أو خاصة، خدمة قصدها إرضاء الله للبشر. أنا بأدعى في اجتماعات كثيرة كثيرة ومتنوعة وفي بلاد كثيرة جدا، لو أنا قلت أرضي ده وأرضي ده وأرضي ده مش هخدم الرب، لكن لازم أقول ما يرضي الرب. ها يا ما ناس بترضي الناس، الجماعة دول عايزيني أقول كده، لا تقول للناس ما يريدون أن يستمعوا إليه. طب أنت بتقول زي مثلا إيه، حدوتة قبل النوم، تعمل لهم تدليك لأعصابهم، مساج لنفوسهم، بتضحك عليهم، وهتبقى مسؤول مسؤولية أبدية أمام الله. يجب أن تكون خدمة قصدها إرضاء مين؟ قولوا زعلت ولا إيه؟ إرضاء الله للبشر. كلنا مرات كتيرة نقع في الوحل ده، اللي هو إيه بقى؟ أقول للناس الكلام اللي يتوقعوا إن هم يسمعوه، ده اسمها إيه؟ يأتون أو يجلبون لأنفسهم أناسا مستحكة، معلمين مستحكة مسامعهم، مستحكة يعني إيه؟ يعني متقصية من كثرة الاحتكاك. كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، قولوا لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. شايف ربنا عايز ايه؟ ولازم تقضي ساعات طويلة، ما ينفعش تجري من هنا لهنا. الانشطار في الانتشار، هقول تاني، الانشطار هتتقسم نصين، تتقسم اربعة. الانشطار في الانتشار، واحد يقول لك انا عندي خدمات كتير، انا بخدم 15 خدمة في الاسبوع، وعيتك باين، ما انت الشاطر يعني، مش هيتلم عليك الرب ومش هتاخد حاجة منه. لكن خد من الرب علشان تقول للرب انا رايح عايز سلطان ومهابة تداريني، تداريني في شخصك، عشان اقول للناس اللي انت عايز تقوله. يا ما ناس بتقول كلام للناس اللي تتبسط منها، وعلشان يخلوه لو راعي او كاهن في كنيسة يخلوه على طول، او لو ضيف بيدعى يقول يدعوني تاني، ما هذا عبث. اللي بيحدد الخدمة الرب، وبيفتحها الرب وبيرتبها الرب. في مزمور 115 عدد واحد يقول لا، ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن قولوا ها، لاسمك أعطي مجدا. قد تكون الخدمة غير مقبولة لدى بعض الناس لأنها تكشف عيوبهم. الإنسان يبغض ما يجهل، لو قلت حقيقة وهو تايه عنها يكرهك كره كبير. وأنا بواجه الحكاية دي، مش بدعي الأمانة والتقوى، لكن أنا بواجه الحكاية دي في أماكن كثيرة. هتبص تلقى الناس يقول لك لا أنا مش عايزين الجدع ده، لأنه أنا ما بسمعوش. مرة واحد قال لي أنت كل ما بشوفك بتنكد علي. أنا مش بنكد على الناس، سمعني بقول ايه، انا اقدم كلمة الرب عشان استخبى فيه، لان في يوم من الايام كل الحاجات دي، الاصابع دي امام كرسي المسيح هترتفع، والجنة في عين شمس يوم كذا يوم 4 مايو. ما قالش الحقيقة وهو عارف، اودي وش مني فين؟ حد واخد باله؟ المسؤولية جسيمة جدا جدا. قد تكشف عيوبهم ونقصهم، افرح من اللي يكشف عيبك ونقصك، واللي يقول لك انت مقبل على كارثة بحياتك السرية المتدنية، بحياتك السرية المنحطة. وما تفرحش اللي يقول لك انت زي الفل. يا حبايبي ما فيش خاطي زي الفل. اما تلاقي ناس يقابلوا ناس اشرار يقول انت زي الفل، انت يا دوب السيجاره غلبان، ما فيش خاطي زي الفل. الخاطي ميت بالذنوب والخطايا ويحتاج الى الافاقه، مش افاقه ندخله غرفه الانعاش، لا، نقول له الحقيقه انت ميت بالذنوب والخطايا زي ما قالت كلمه الله. الخاطي بألفها ولامها يحتاج الى الخلاص، والمؤمن الغائص في الوحي يجب ان يقوم، لأن الرياء والإزدواجية شر. في ناس لسان حالها باستمرار كلمونا بالناعمات،
لكن الله يأمرنا قائلا قولوا انتهر وبخ عص، لكن تقدم التوبيخ في محبة. انما يقف يشتم الناس لا، يعني ما اقدرش اقول لكم افهموا، انا ما اقدرش وانا خادم لي سنين في جو الخيم، ما اقدرش اقول للناس اللي بتسمع كلمة الله افهموا، يبقى هم ما عندهمش فهم. اقول نريد ان نراجع يا اخوتي، هات لي مرة قلت للناس ما تفهموا لان انتم مش فاهمين، عيب. يجب ان يكون كلاما صحيحا يحمل المعنى. قول اللي بعديها، غير ملوم، غير ملوم. صحيح رابح النفوس حكيم، لكن ليس معنى ذلك مداهنة الناس. المداهنة والملث يعني مسح الجوخ، يعني الشاب الحلو اللي اسمه أليهو صاحب أصدقاء أيوب في آخر سفر أيوب، قال لهم لا أحابين وجه رجل، أنا استنيتكم أنا عشان تقولوا له الحقيقة لكن ما قلتوش. يلا قولوا معايا الآية الحلوة دي، أمثال 27:6، أمثال 27:6، كريمة أمينة هي جروح المحب، كمل، وغاشة هي قبلات العدو. اوعى يضحكوا عليك، يعني دي أمور روحية ليها بعد أبدي. الضابط الثالث، ضوابط الخدمة المسيحية، ما أقولش الخدمة العسكرية ولا أقول خدمة في القطاع العام، الخدمة المسيحية، خدمة غير مغرضة. إذا رحت خدمة علشان ليك مصلحة مادية فيها تبقى أجير، سمعني؟ إذا فضلت بين خدمة وخدمة على إن دول مكان معروف ومشهور وبيقدموا خدمة مادية كويسة تبقى أجير. حد سمعني يا أولاد الرب؟ سيدنا لم يطلب مجدا من الناس، لم يأخذ المسيح الخادم المثالي، لم يأخذ سوى العرق والدموع والعطش، وختم الرحلة بالصليب أشنع ميتة. مات المسيح، وإحنا نعمل إيه بقى؟ قولوا يلزم أن يكون التلميذ كمعلمه. جت فين الآية دي؟ بيقول لهم هنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعمد. ما مسحناش جوخ لحد. عمي بولس بيقول كده لما راح اليونان، راح تسالونيكي من مقدونيا اليونان، لم أبدا قط، لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون. قول السبب الثاني اللي بيحرك الخدام، ولا في علة طمع، أنا ما طمعتش فيك ولا عايز منكم حاجة. شوف العظمة بقى والرقي، الراجل ده لمسته حكمة الله ونعمته. مين بيقول لك؟ مين تشهده لنا يا عم على كده؟ قال الله شاهد، مش عايز لعبنا، خدمة غير مغرضة، الله شاهد. ويقول لهم ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم. حد سمعني يا اولاد الرب؟ وانا عايز اهمس في اذان اخواتي اللي بيخدموا خدمة عامة وخدمة خاصة. خلاص احنا عرفنا الحكاية دي، مش هشرحها في كل مرة. يجب ان نحلل دوافعنا. اروح بلاد، ابقى قاعد كده لوحدي الصبح وانا قاعد بصلي، اقول له يا رب لازم اجاوب اجابة محترمة وصحيحة وشريفة، ليه انا هنا؟ سمعني؟ ليه انا هنا؟ لاني خادم. ليه انا هنا وانا راجل ملتزم؟ ليه انا هنا؟ لاني طبيعي ان اروح. ليه انا هنا؟ لان ده شغلي. كل ده عبث. ليه انا هنا؟ لاني بحبك وبحب اشيل تراب رجلين الناس دي، وعلشان تديني كبشة من النفوس ترجع لك رجوع حقيقي. نحلل دوافعنا، هل بندور على شهرة ولا مجد انساني ولا انتشار ولا ربح مادي، او نخشى عيبا او خطية، او نهدئ ضمير ثائر. في ناس تروح خدمة يقولك اهدئ ضمير، يعني اروح اهدئ ضمير اعمل حاجة لربنا، انا ازيت واصالحه، اصالحه بخدمة. الخدمة الناجحة تنبع من قلب امين يريد ان يمجد الله، يربح نفوس. نمرة 4، الضابط الرابع، خدمة محبة.
كل الموجودين غالبيتهم مؤمنين. اديني اشارة برفع اليد والسماء بتصور فيديو، السماء حاجة مش مرئية هنا، في بعت لنا 20 ملاك ومعهم كاميرا. اللي بيحب الرب وعايز يخدمه يرفع ايده. بص خايفين، خايفين لانه هيصوركم الملاك اهو. تزعلوش منا. بتحب الرب ولا مكانتك؟ المكانة بتاعتي ماضية تاريخي. خدمة الناجحة هي خدمة محبة. لا تعتمد على ما لدينا من معلومات كتابية وقدرة كلامية، بل المحبة التي تملأ القلب. أحب سيدي. خروج 21 من عدد 5. بص يقول لك إيه؟ أحب سيدي يخدمه إلى الأبد. شايف العظمة؟ خروج 21:5. أحب سيدي، هات آخرها، أخدمه إلى الأبد. يوحنا 21: يا سمعان ابن يونا تحبني أكثر من هؤلاء؟ عارفين المناقشة دي انتهت بإيه؟ اطعم حملاني، ارعى غنمي. خدمة محبة. كان بولس ناجحا في هذا الموضوع في عدد 7. بص يقول لي بقى: بل كنا مترفقين في وسطكم. قولوا كما تربي المرضعة. ولو عايزين حاجة احسن من كده، زي الام اللي بترضع بتهلك نفسها وصحتها على طفل يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي. الطفل المرضعة تعطي ولا تأخذ، اللي بترضع دي. الطفل اللي بيرضع يعني سنتين فما دون، صح؟ بيديها حاجة؟ بياخد بس. في خدام بقى يروحوا علشان ياخدوا ما يدوش. حد سمعني؟ الخادم لا، كما تربي المرضعة أولادها، يعني ندي وما ناخدش، مش عايزين حاجة. أنا أدي عصارة قلبي، أدي وقتي ودمي ودموعي وأفكاري وحياتي، لكن يوجد من يخدم لكي ينهش الرعية، ينهش الناس. خدمة محبة. نمرة 5، الضابط الخامس: خدمة بطهارة وبلا لوم. عدد 10: أنتم شهود والله، أنتوا ربنا، كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. شايف العظمة؟ نكون عندكم. بص علي، لما جينا عندكم في البيت كنا بنتعامل إزاي مع الأطفال؟ منتهى الأمانة. كنا بننظر إزاي للأخوات الستات في البيوت؟ كانت نظرات عينينا كلها رفعة وبر وقداسة، ولا كنا عينينا فيها نظرات جائعة؟ كنا بنتعامل مع الفقير واليتيم والمريض والأرملة والضيف إزاي؟ شايفين يا حبايب؟ كيف كنا بطهارة وببر وبلا لوم؟ هل توافق حياتنا السرية دوافع خدمتنا؟ الحياة غير المقدسة تلوم الخدمة. الحياة غير المقدسة تلوم الخدمة. نمرة 6، خدمة تضحية وبذل. تضحية وبذل. قابل خدام أنا وبعض الولاد، ولادي المرنمين، ولك ليه أنا ما خدتش كذا كذا؟ ليه أنا مش بظهر في التلفزيون؟ ليه أنا مش بسافر برا؟ يا عم انت لسه بادئ اول امبارح، استنى شوية. خدمة تضحية وبذل. عدد 2:2:2، تسالونيك الاولى 2: بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا. عارفين بغي علينا يعني ايه؟ افتروا عليهم. الرسول بولس لما كان هناك في فيليب بهدلوت، ختمت الحكاية بالسجن. ليه هو وسيلة؟ صح؟ راحوا من فيليبي، راحوا تسالونيك اليونان. اقرأ اعمال الرسل اصحاح 17، شوف حصل لهم ايه. قبضوا عليهم، لجأوا لاخ اسمه ياسون، قعدوا عنده، بعدين قولوا الاخوة قالوا ده هيموتوكوا، امشوا. مشوا، راحوا بلد اسمها بيريه. اقرأ بقى الكلام ده، خدمة فيها تضحية وبس.
بعدما تألمنا قبلا وافتروا علينا وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي. كلكم عارفين ولا لا اللي حصل في فيليبي؟ عارفين ولا لا؟ لما اتسجن في أعمال 16 هو وسيلة. بص يقول ايه بقى؟ جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله. لما رحنا عندكم في تسالونيكي في جهاد كثير ما حدش اتمرر زي الراجل ده في خدمته وعم بولس ده. شوف بيقول ايه في كونوسوس الثانية 11: الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامة. نجوع يعطول بيصوم. بعض الناس يقول لك ما فيش اكل ومصوم، عيب عليك، مش لاقي. ونعرى مش لاقي يلبس. وليس لنا، كلكم هتطلعوا، اللي عنده عشة، اللي عنده شقة، اللي عنده حاجة في مدينتي او الرحاب، واللي عنده حاجة في عين شمس هنا هتلقى مكان. لكن هو ما كانش عنده الراجل ده، فهمني؟ وليس لنا اقامة. قاعد يحكي، اقراها كده، ابقى في كورنثوس الثانية الجزء ده اللي بيقول: خمس مرات ضربت بالعصا، مش عارف انكسرت بي السفينة قد ايه، واختار من سيول، واختار من، اما تسمع كلمة سيول دي بتقروها وبس، انا بقراها بنصهر، بقراها بنصهر، لان شفت تورنيدوس برا في امريكا والبلاد دي، والبلاد دي اللي فيها ما فيهاش استقرار لطبيعة الجو. وانتوا شفتوا السيول عملت ايه في مصر في فترة يمكن حاجة وتسعين، واحد وتسعين، اثنين وتسعين، فاكرين؟ لما يقول لك سيول يعني بتجرف امامها كل يابس واخضر وعرضة للموت والهلاك. كان عنده تضحية بالمال وبالصحة وبالكرامة وبالوقت، تضحية وبذل، وضحى اخيرا بحياته، مش كده برضو؟ لما صدر قرار الامبراطور في تيموثاوس الثانية 4، مين فاكر عدد 6؟ إني الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. انحلالي يعني إيه؟ مش تحللي، لكن السفينة بتاعته مربوطة بالميناء بحبال، خلاص هتسافر اهي، تطلق، تتفك الحبال وتعبر إلى أعماق اليم، أعماق البحر، أنا ماشي خلاص. 10/10 الراجل ده فهمها صح. ليه؟ لأنه مش ورا الخادم المثالي ربنا يسوع المسيح. نمر 7، الضابط 7 للخدمة المسيحية، خدمة فردية كما هي عامة. بعض الخدام تقول له تعال اخدم في المكان، يقول لي عندك كم راس؟ عيب، انت بتعد الروس. ها؟ اما تيجي مثلا مجلس الكنيسة هيغير، في كنيسة من الكنائس هيغير البتاع ده، المدرسات والمدرسين بتاع الفصل بتاعي انا 60، اقل اخد واحد فصل 70، طب هنديك فصل 10 لعيال بتوع اعدادي. تقول لك ابدا، حتى اسألوهم والعيال يعيطوا عايزين ميس فلانة. انا بكلمكم على اي مستوى، كلنا عايزين اللمة، عايزين العدد الكبير. وتقول له لا، فدي عند كبار الخدام، كبار خدام الرب الكبار، يقول لك انا رحت اجتماع في بلد والنفوس عارف عملوا دوائر تلفزيونية والناس كانت فوق بعضها، هو ده النجاح؟ بعض الكنائس تقول لك ده كانت نهضة رهيبة، جمعنا في 3 أيام 15,000 جنيه عطا بس. يا سلام، هو ده النجاح؟ ان جالك عطا كبير كتير؟ هذا عبث. الخادم الامين اللي ماشي بضوابط محترمة روحية واخلاقية ولعلاقة صحيحة بالرب في خدمته العامة او الخاصة، الخدمة الكبيرة والخدمة الصغيرة، الخدمة الفردية انجع وانجح من الخدمة الجماعية. الخادم في الاجتماعات العامة او الخادمة اللي بتقوم باجتماع معين، سيدات او غيره، انت تصوب ببندقية واحدة على 100 عصفور بطلقة واحدة. لكن في العمل الفردي، في الخدمة الفردية، لما تروح زيارة البيت، انت تصوب
طلقة واحدة على شخص واحد. خدمة العمل الفردي دي انا حضرتها في الستينات والسبعينات والثمانينات من عمري، علمونا الكبار ما تمشيش فاضي، امشي معاك نبذة او سي ديز او شريط كاسيت، تقعدش جنب حد في المترو ما معكش، ولا في كان عندنا احنا قطر المرج كوبري الليمون، ما ينفعش تمشي من غير نبذ، ما ينفعش تقعد، ما ينفعش تقعد جنب واحد وتتاكد انه مش هيقبل رسالتك وتخليك قاعد. مثلا مسافر اسيوط مثلا وفي جنبك حد ما قدرتش، قوم شوف لك كرسي فاضي يقعد جنب حد تاني، روح وتعالى في العربية تاني. روح العربية اللي بعدها لو بنظام الحجز، لو في طيارة، هو ده الخادم، يروح اي حتة في اي مكان. هل المسيح خدم خدمة فردية؟ اللي فاكر ها، خد على سبيل المثال ها، بس هي دي اللي انتوا عارفينها. يلا يوحنا 3 نيقيديموس، يوحنا 4 السامري، يوحنا 5 مريض وبركة بيت حسدة. قول كل يوم عنده حاجة المسيح الحلو. والرسل كانوا الرسل كانوا يعملوا كده برضو، ينشن ويجيب. احنا كنا نروح لاجتماعات مش قاعدين اسكت عن النهضات والمؤمنين والجلسة الهانئة الهادئة، بتفرجوا عندنا ناس في الاجتماع، وعندنا مرنم قلب الدنيا، وعندنا خادم قلب الدنيا، وقعد فرحان ومسرور. كنا نروح لاجتماعات زمان وزي الصقر عنينا واحنا صغيرين، اتلفت كده وكده واقول يمكن ده متأثر، اروح لواحد ولا اتنين متأثرين بعد الاجتماع هيسلم اقول له استناني دقيقة، دموع في عينيه، كان بيعمل ايه ده؟ اتكلم معاه، اديله حاجة، مستعجل، خد تليفونه، خد عنوانه. ما كانش عندنا تليفونات زمان، وتتقدم على التليفون تموت قبل ما يجيلك التليفون. خدمة الفردية، قبطوا على البيوت. طبعا انا بقول كلام مش مقبول، ربنا يستر. قولوا معايا ضوابط الخدمة المسيحية. ما تزوريش مع اي اخ الا جوزك، اولادنا من اتنين من الاخوات. ما تزورش مع حد غير مراتك، حتى خطيبتك لا. ليه؟ لان يعني ربنا ما يسمحش احتمال ما تكملش، يبقى واحد احتمال 1% ما تكملش، بانت دورت بيها في البيوت. ما ينفعش الاقي واحد وواحدة مش زوج ولا زوجة وفي بلد بيحجزوا لهم في فندق، اخ واخت ما هياش مراته ولا هو جوزها. ايه ده؟ انا شفت الكلام ده مئات المرات في البلاد حول العالم. خليك حريص، مش حريص ان الاخوات آفة، لا، والاخوة آفة برضو. بقول للاخوات والاخوة في موضوع الخدمة، يا عم دي اختي في الرب. ايوه اختك في الرب، بس الشيطان قوي جدا والناس ألسنتها صعبة. يلا قولوا معايا ضوابط الأيام الأخيرة اللي احنا فيها دي. أنا قلت في البداية يمكن وقلتها قبل كده، إيه مشكلتها؟ نسيت فلا تنسى. اللي احنا فيه دلوقت، احنا كنيسة الأيام الأخيرة. اتنين، السوق قابل، السوق قابل اي حاجة. ساندويتش يقول لك ده لحمة وهو فول صويا واخد شوية فليفر، ولا لحم كلاب ومحطوط عليه فليفر، والاخ يقول لك حلو يا بابا طعمه زي الفل، رامي فيها فحماية كده، نمرة 3 مفيش كبير. هات اي واحد، اي عندك هنا اي واحد في مجال الخدمة، قول له راجع نفسك يا محبوب، يقلب عليك الدنيا، يقلب عليك الدنيا، مفيش كبير. كانوا ناس زمان، تعالى يا محبوب ما تعملش كده تاني أرجوك عشان خاطر الرب. بيني وبينه يقول لي ما انساش اللي قلته لي من 30 سنة، انت الرب كرمني بتنبيهك ده. دلوقتي اي واحد تقول له اي حاجة
ياخد موقف منك ويعتقد ده سلوك الأنفد. عارفين الأنفد ولا مشفتهوش؟ ها الأنفد، تقرب منه ريشه وهو ساكت كده، ريشه شعره ولا ريشه حاجة حرير يعني، بس انت تلمسه يعمل لك شوك. او سلوك الحرباء اللي هي ايه بقى؟ تتلون بكل بيئة، في الصحراء يبقى لونها اصفر، على الزرع تبقى لونها اخضر. احنا في الايام دي دلوقتي ردود الافعال العنيفة وفكرة التلون بالصور المختلفة في مجتمعات صعبة. مين يقول ارحمنا يا رب؟ نسيت اقول في بداية الخدمة عايزين صلاة كبيرة جدا جدا لاجل السودان الجريح. انا ببكي ليل نهار. السودان الجريح واليمن وليبيا والعراق، العراق بتحصل فيه مهالك. العراق تحكمه بيليشيات شريرة، ولبنان انتوا عارفين كل حاجة، وسوريا عارفين، وطبعا اوكرانيا، الشرق والغرب، مش اوكرانيا بس، الشرق والغرب كله، والموقف قابل للاشتعال، والنتائج السياسية والأمنية والاجتماعية والمالية والمصرفية والاقتصادية. عايزين صوم وصلاة اللي يقدر. خدوا الموضوع جد، تعالوا نقف مع بعض ونصلي.